حبيب بسيط عبد الله البقومي. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا والله. حياك حياك الله. امورك زينه؟ بشرك الحمد لله. جاهز؟ نعم. اذا جاوبت تفتح برف ولا إيه؟ ان شاء الله. ليه براي بس عاد يعني شوف، يا اني القم خصم زياده مع اني قاعد انا احاول ذا، فهمت؟ ولا اني يعني اخذ نقاط وفايده. يلا بس طيب. براي اسمح اول يعني سؤال عبد الله البقومي على الشاشه يقول: في أي يوم بزنسي تم تدشين يلي حمار الورد مرسوم في خده من كلمات نايف رفيدي وأداء سيف الزعبي؟ يوم 38 أو يوم 39؟ أوكي. في أي يوم بزنسي تم تدشين يلي حمار الورد مرسوم في خده؟ في اليوم 38 أو في اليوم 39؟ أقول يوم حنا كنا اتوقع 38 يوم 38. ما في اتوقع، ثبت 38. 38 ثبت 38 لعبد الله البقومي. طبعا هذه القصيده كتبها نايف الرفيدي واداها سيف الزعبي احد نجوم برنامج البزنس اثنين. 38 اذا رجعنا الى الارشيف في اليوتيوب والايام كان يوم 38 هي تقريبا الفقرة الثانية. نعم. من فقرة كم الرقم، فعشان كذا يوم 38 يعني هم بعد فقرتي دشنوا هذه الفقرة. نعم. إجابة يا عبد الله البقومي صحيحة. صح، ألف مبروك. أجلس أربعمائة نقطة هي ملك لك أو تفتح أحد الأظرف؟ أفتح أحد الأظرف. تفتح أحد الأظرف، توكل على الله واختار رقم. أختار رقم شو اسمه؟ رقم رقم قاعد أختار أتخيل، فهمت؟ رقم أربعة. رقم أربعة. رقم أربعة يا عبد الله البقومي يحتوي على أربعة سيارات أبو قمر. لا، هذا لا يحدث كل يوم. إيش اللي يحدث؟ أنت طبعاً ما هي فارقة معك، كنت في البراين، بس إذا جاك خصم هذا طبعاً إيش؟ راح يثر علي. يثر عليك. نعم. أنت تطمح إلى تاج البزنس ولا أحد المراكز؟ أحد المراكز. أحد المراكز. نعم. عشان كذا طبعاً كانت 400 نقطة كانت ملك لك، واخترت إيش؟ ظرف، على احتمال إن شاء الله يجيني أكثر. على إنه يجيك أكثر. إيه؟ فلاح من فراج، مسيت بالخير. كم عندك؟ عندي في الفقرة 3000 زايد 400 كم؟ 3400. ألف مبروك فلاح من فراج، 400 نقطة. تستاهل. لأن يا الله تجري خصم ولا أجا. فلاح بن فراج مع مغناطيس للنقاط. انا عارف اجابة او ذرة. راح ما بيك. تعال. ظرف عبد الله البقومي كان نقاطك تذهب للي قبلك، فعشان كذا راحت ال 400 مباشرة إلى فلاح. يلا ألف مبروك يا فلاح. اللي بعده.